ما إن انتهت قمة الكرة الكويتية قبل أيام في كأس ولي العهد حتى تواجه الفريقان من جديد في بطولة كأس الاتحاد. القادسية والعربي في قمة وأهداف جديدة تواجها على ملعب نادي النصر في مباراة برزت بها الوجوه الشابة من العربي والقائبة من طرف القادسية. بداية المواجهة أتت للعربي بتسديدة من زيد زكريا أبعدها حمد الخالدي بنجاح. سعود المجمد يضيع أخطر فرصة للقاء على الأصفر وبتألق واضح لسعود الجناعي، لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين. الشوط الثاني يبدأ بقوة والعربي يضيع فرصة جميلة من لعبة ثلاثية رائعة أضعها الكندري بغرابة. الشاب أحمد الصراف يترجم أفضلية فريقه في هدف التقدم للعربي. سرعان ما رد القادسية على تقدم العربي عن طريق رضا هاني الذي تحصل على ركلة جزاء، فشل أحمد الرياحي في ترجمتها إلى هدف التعادل. مرتدة قدساوية سريعة من رونالد يضع الرياحي أمام المرمى ليضيع أخطر فرص المباراة. بدر طارق ينهي المباراة في دقائقها الأخيرة بتسديدة عززت من تقدم العربي بهدفين نظيفين، لتنتهي المباراة بفوز عرباوي صريح على القادسية. بطولة كأس الاتحاد يعني بطولة تنشيطية، الهدف منها مشاركة اللاعبين اللي ما شاركوا بصفة مستمرة، تأهيل المصابين، يعني اللي على قولتهم إدخال اللاعبين اللي ما شاركوا بصفة مستمرة في أجواء المباريات، هذه مكاسبنا بالنسبة للبطولة. أنت بتقول لي والله أنا فريق، لا والله احنا بالنسبة لنا شفت اليوم أنت 90 لاعبين شاركوا بالمباراة باستثناء لاعبين اللهم اللي هم بكر وخالد، وقاعد أقول لك أنا يمكن لو عندنا لاعبين يعني مثلا أنت شفت أنا أخذت لاعبين من فريق الشباب مدافعين، لكن كان ودنا يعني على قولتهم ان نشرك اكثر عدد ممكن. يعني اليوم النادي العربي بوجود الشباب طبعا اثبت انه قادر على انه يواجه اي فريق في الدوري حاليا المحلي بوجود محترفينه. الفريق طبعا المنافس بوجود محترفينه اثبتوا النادي العربي على انه قادر انه يواجه اي فريق حاليا، والدليل على المستويات اللي قاعد يؤديها النادي العربي من بدايه الموسم الى السنه. في افتتاح مباراتهما العربي بشبابه ومدربه الوطني هاني السيد يتفوق على القادسية المدجج بالنجوم والمحترفين. العربي بشبابه يتجاوز القادسية المطعم بلاعبينه الكبار في ديربي تنشيطي. محمد الصلال لبرنامج الديربي